أكيد يا زينب، وفي إطار تشجيع الحركة الفنية ودورها بحياة الإنسان، أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع صالة ألف نون للفنون والروحانيات مشروعا ثقافيا حمل عنوان ألوان وأفكار من أجوريا، بهدف نشر الطاقة الإيجابية للطلاب بجميع المدارس من خلال رسم لوحات بتعبر عن مضمونها عن التسامح والسلام يلي بيمثل شعار المشروع. نتعرف أكثر على هالمسابقة وأهدافنا، بسنا أن نرحب بالفنان التشكيلي بديع جحجاح مدير صالة ألف نون للفنون والروحانيات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد، صباح الحبق صبايا، صباح النور. يسعد صباحك. خلينا بالبداية نتعرف مع بعض عن هالمشروع يلي أطلق جديد وشو بيتضمن. يعني احنا من يومين ثلاثة اختتمنا هذه الفعالية بمركز ثقافي كفر سوسة، وكان عبارة عن مزيج من الموسيقى والرقص والمسرح، وعملنا معرض كان فيه 100 لوحة فائزة من لطلابنا من مختلف محافظات القطر. الغاية منه هي الارتقاء بمنظومة ضد منظومة. المنظومة المطلوبة كانت هي العلاقة بالتسامح، الرحمة، المحبة، الإبداع، الخلق، التركيبة اللونية، سوريا، ضد المفردات الوافدة اللي العلاقة بالتكفير، بالتعصب، بالقتل، بالتدمير، بالتقسيم إلى آخره. فلابد كان من إيجاد أحيانا منظومة نبدأها نحن مع تلاميذنا من الأول للبكالوريا. مثل ما بتعرف في ألف نون أحيانا بتعمل مشاريع العلاقة بالاستدامة، يعني نحن اليوم ألوان وأفكار هي مستمرة لطالما نحن مستمرين. فكل سنة رح يكون في تظاهرة كرنفالية كبيرة ونوسع دائرة الربح فيها. يعني احنا 100 طالب، كل طالب عطي 60 طالب كان مقرر نعطيهم 10,000. من كتر ما كان في ضغط باللوحات رفعنا العدد لمستوى 94، وجزء من التعليم الأساسي قسمنا العشرة لخمسات فقط نحن مشان نوسع الدائرة الموجبة. عرفت كيف؟ كان كمان في له ميزة ألوان وأفكار إنه هي لوحة مباحة، يعني أمام العائلة، أمام كل الأشخاص اللي هن ممكن يأثروا فيها إيجابيا يعني. نعم. كمان كان في حامل لهذه اللوحة هي عبارة عن جملة أنا بطلبها دائما، هي بتأثر بوعي السوريين، يعني إنه المفروض هذا الطالب يعرف إنه النص أو الجملة مع التركيبة البصرية هي وتقول ألوان، عم نحكي عن لوحة، وتقول أفكار، عم نحكي على منظومة معرفية. لذلك أنا بظن كألف نون أنه العطب الروحي اللي إجا على أولادنا وعلى العائلات وعلى الناس، جزء منه نحن كيف نخففه عن طريق الجمال، عن طريق الفن، عن طريق المعرفة. إجت ألف نون هي تتويج لأزمة وحرب إن شاء الله ستزول بهمة جيشنا العظيم يعني، ونحاول نحن معه ننشئ جيل مختلف يعرف انه التلازم هذا الجمال والمعرفة هو ممكن يخلصه او خليه يعبر على ضفة اكثر انسانية واكثر لطف. طب خلينا نعرف شو هي شروط المسابقة لألوان وافكار. يعني هي عمليا الشروط كتير بسيطة، المهم انه اللوحة ما تكون كبيرة. 2، في عمر محدد، أعمار محددة؟ لا، حكينا من الأول للبكالوريا هي مسابقة مفتوحة تماما. نحن فقط لزمنا الناس بموضوع القياس، وأنه تكون المواضيع قدر الإمكان إلى علاقة في مفاهيم التسامح والود والرحمة والتعاون، اللي هي عبارة عن منظومة مشرقية. نحن بنقول روحانيات، عم نحكي على المشرق اللي هو نشأت منه معظم الديانات ونشأت منه حضارات كتير مهمة. نحن عم نحاول نتعلم منه ونعلمه كيف نحن ممكن تكون اللوحة. ثانيا في شغلة مهمة، انه احنا ما كان في عنا اول والثاني والثالث. بالحال الفني نحن عم نفترض انه مجرد هو يقوم بعملية الرسم والتفكير فنحن وصلنا للجانب المطلوب. حتى لو العائلة احيانا هي ساعدت شوي، كانت ام ولا اب ولا أخ ولا مين ما كان، لو عطى رأيه شو معلش، لأنه هي الحالة هي عبارة عن مزيج يبدأ من عائلة وينتقل عبر عائلات كبيرة إلى طاقة كتير نحن بحاجتها اليوم. يعني تتخيل الناس بدل عم تحكي بالشارع عن موضوع الكراهية والحقد والطائفية، لا
بمكان آخر، شو يعني التسامح، شو يعني اللطف، شو يعني الرحمة، كيف بدي مثله، كيف بدي ارسمه، كيف بدي اشتغله. هذا المعاكس اليوم هو الأصيل، يعني القيم العالية هي الأصيلة عنا ببلادنا. فإحنا هي نوع من الموجة ضد هذه الموجة، بس موجتنا ما بتتبدد لأنها أصيلة، صديق موجة وبتتبدد لأنه ما أنا أصيلة. نعم أستاذ بديع، خلينا نحكي يمكن عند مثل ما قلت من الخطوة الأولى لما يبلش بأي عمر، إن كان الطفل بتقديم هي الموهبة على ورقة أو على أي شيء، ففي لجنة يمكن أو في ناس رح يشوفوا هيدا الشيء، شو هي يمكن الخطوط الأساسية لحتى يتم قبوله بهي المسابقة، أو شو هو الشيء يمكن يلي بتلاقوا له بصيص من الامل انه هذا الولد رح يكون عنده شيء مهم بجواته بس ما عم يقدر يطلع؟ لا، نحن اهم ميزه بالمسابقه هي ليست بيئه لاكتشاف المواهب، انما هي استخدام هذه الحاله من اجل انه يفرح، من اجل في عالم عندهم موهبه بس ما بيعرفوا ينفذوها بالشكل الصحيح. هلا هيك مشاريع احيانا تدفعوا انه هو يبدا او يباشر او يشتغل. نحن في بعض الاشياء نفكروا انه نحن ناس عم نفتش عن مواهب، لا، نحن بنقول انه الفنان موجود بكل حدا فينا. هذا التركيب اللوني والخطوط وعمليه التلوين وهذا التفاعل هو نوع من ليس الترف الفكري او الترف البصري، انما هو عباره عن تثبيت لزمن بوقت معين من خلاله ممكن ننشئ رسائل كثير مهمه. يعني مثلا في كثير رسائل انا تعلمتها من الاولاد، يعني من اللوحات الفائزه شخصيه عم ترسم كاتبه الجمله انه ما مات كل الموت من عاش وله اسم. فقديش هي بتعطيك قيمه انه انت اليوم اللي بتعمله رح ينعكس صدى بعدين، فانتبه على اللي بتعمله او بتكتبه بدفتر حياتك قديش حلوه. يعني هي الجمله بحد ذاتها لوحه، صح، بالاضافه للوحه اللي هي جرافيكس ومرسومه وملونه، فصار في برايي انا مثل ما تقولي ثوره جماليه ممزوجه بعالم من الحروفيات من الخطوط. هو اساس المشرق تبعنا. لذلك وقت بتحكي الشعر بتحكي عن نزار، بتحكي عن وقت بترسمي بالكلمات وبتشوفي تجلي لها بعالم الصوره فبتحسي قريب من قلبك اكثر. صحيح. كان استاذه بديع عم تحكي عن نقطه، يمكن هذا العمر من الأول للبكالوريا هو العمر كتير بريء وكتير حساس وكتير واعي وكتير مهم ببناء الشخصية، فيمكن هاي المسابقة أفكار وألوان هي كمان تعبير على اللي بداخل هدول الأطفال اللي عم نحكي عنهم. خلينا نحكي الغاية من هالمشروع، وهل في لوحات لفتت نظرك حسيت فيها فعلا ترابط وأخذت صدى عند العالم؟ إيه ما في شك، يعني أنا كنت بتمنى أنه يكون نقدر نفوز أعداد كبيرة. حتى بالاحتفالية كنا قدرنا نجيب كل الفائزين وعائلاتهم وعملنا، لكن انت بتعرفي احيانا الظروف بتحكمك كتير مفاصل اليوم بهذا الوضع الصعب. في كتير مواهب اكتر من رائعة وملفتة جدا. اكيد ما حدا بيرسم الا هذا الشعور اللي جواته، كيف بيقدر يحاوطه ويرسمه ويشكله هذا بده هيك رحلة العلاقة برحلة البحث. أحيانا الحالة العفوية تعطيكي نوع من موسيقى إلى جمالية خاصة، التكرار بيروض العفوية وبيخليها نوع من فيها نوع من التعلم، بيصير في اجتهاد. لكن أنت اليوم تدفعي إنه يبدأ التفاعل مع عالم التلوين وعالم الجملة، إنه يروح على المكتبة يدور بالكتاب، يفتح الكتاب يدور وين في نص، أو يساعده أبوه أو أخوه. هذا الجدلية اللي صارت ضمن العائلة هي اللي كانت مطلوبة بألوان وأفكار، وهي اللي معتمدة حتى بمشروع ألوان وأفكار الجديد الثاني تبع سنة 2018. لذلك نحن بندعي الجميع عبر الشاشة تبعكم على أنه الفن هو ليس حالة ترفية وإنما هو عنوان لتطور الأمم. نعم. لذلك الأمم هي اللي أنت اليوم بتقولي برج إيفل، بتقولي فن العمارة، بتقولي بيزا، بتقولي مشاريع كبيرة، حتى بتقولي السيف الأموي اللي احنا حولناه اليوم لمعرض دمشق الدولي. شفتوا اللوجو والديزاين، يعني احنا قدرنا نشتغله. فالفن الهوية البصرية هي الواجهة الحقيقية لتحول ثقافي بيرتقي بالناس.
نعم. نعم استاذ بديع، نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق، وشكرا لكم ولكل خطوه عم تقدموها من اجل بناء جيل بحاجه لفن وبحاجه لثقافه وبحاجه انه هو يبين اكثر بالحياه. شكرا كثير. ان شاء الله بنتامل انه نحن نكون قادرين معكم انتم بتشاركيه مع الاعلام، نقدر نوصل فعلا لشريحه كثير واسعه ببلدنا. أكيد أنا بدي أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله الألوان بتلون سوريا بكل الفرح، والأفكار بتعمر سوريا طبعا هالأطفال الموهوبين وبجهودكم أنتم. شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا.